خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر عن مهرجان أسوان للمانجو. دكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، صباح الخير على حضرتك، أهلا بيكي. صباح الخير يا مصر. وخلينا في البداية كده نعرف منك تفاصيل المهرجان وأبرز الفعاليات اللي بيشتمل عليها خلال فترة تدشينه. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على كل أهل المحروسة مصر كلها. أهلا بيكي. الحقيقة السنة دي مهرجان احنا حافظنا طبعا على نفس التاريخ اللي هو 26 يونيو، بحيث ان هو يبقى زي تاريخ خلاص ثابت لعيد المانجا في أسوان. السنة دي يمكن لقى حجم كبير جدا من الإقبال من المواطنين، وده كان ظاهر جدا في افتتاحنا. كان عندنا المواطنين من الساعة قبل الافتتاح بساعتين جاهزين ومنتظرين ان هم يدخلوا المهرجان. دي حاجة جميلة جدا وحاجة لافتة النظر، وده اللي يدل على ان اول نسخة كانت عاملة مفعول جيد جدا وعمل تفاعل وتأثير عند الناس، لأن هم كانوا بيسألوا امتى المهرجان بتاع مانجا السنة دي. السنة دي برضو من الجميل ان في انواع جديدة نزلت من المانجا في العرض. احنا سبق وقلنا قبل كده ان اسوان فيه اكثر من 40 صنف من المانجا. السنة دي ظهر نوعين جداد في المهرجان. الفكرة في ان طبعا المواعيد بتاعت جاهزية او جني استثمار المانجو بتختلف حسب المكان اللي بنزرعه فيه وحسب درجة حرارة فيه، فبالتالي كل ما بيعدي يوم بتظهر صنف جديد استوى وابتدى يظهر في السوق. يمكن الناس مش متعودة تشوف المكان واحد يبقى فيه كل هذه الأصناف. احنا عرضنا أكثر من 20 صنف في المهرجان السنة دي، عندنا عدد تجار أكثر بكثير من السنة اللي فاتت. السنة دي عندنا أكثر من 12 عارض. عندنا كمان حاجة جديدة إن احنا ابتدينا نعرض كمان شكلات المانجا. يعني اللي عايز يشتري مانجا مش بس بيدوقها كمان، لا بيدوقها وبينقيها وبعد كده بيختار الشكلة بتاعة الزرعة دي. عايز لو عايز يعمل شكل عنده في البيت، يعني احنا بنحاول نشجع طبعا المواطنين على الاشجار، انتشار الاشجار المثمره خاصه المانجو طبعا. عظيم جدا. حضرتك بتقولي ان في 12 عارض، هل كلهم من اسوان ولا ممكن نفتح الباب اصلا لناس من محافظات تانية؟ والله هو المهرجان مانجو اسوان يا فندم. لكن ما ينفعش من المحافظات. في عندنا مشاركين، دي شركات انتاج زراعي استثماريه في اسوان، ودي بتنتج على ارض اسوان، لكن الشركه نفسها اصلا مش اسوان يعني. بس ما شاء الله شايفين الطرح كويس ما شاء الله. الحجم حاجه تطمن يعني. المعروض يا فندم السنه دي تخطى السبعة طن من انواع المانجو المختلفه. وده السنه اللي فاتت احنا ما عرضناش نص الكميه دي. السنه دي لغايه يعني مثلا من الحاجات اللي احنا برضه لفيناها في هذا المعرض اللي هو ان نطول المده شويه. كان في طلب من المواطنين انتوا ليه عاملين مده قصيره، احنا عملناها 4 ايام السنه اللي فاتت. السنه دي زودناها، ابتدينا نتفادى برضه يمكن عدد الخامات او انواع المانجو المعروضه. احنا زودنا الاعداد السنه دي لان احنا قدرنا لقينا ان في تجار جداد عايزين يجوا يعرضوا مانجا بتاعتهم. فده مخلي الناس برضو حاجه اسمها خد الجميل. انا اول مره ده من الحاجات اللي جديده السنه دي. يعني السنه اللي فاتت كان في ياسمين وهايدي واسماء جديده جدا بالنسبه للناس ان هو يسمع الاسم ده كمانجو. طب مين اللي بيطلق الاسامي دي يا فندم؟ غالبا المزارع يعني. غالبا المزارع بيلاقي ان شكلها بشكل معين وبيتفقوا على مسمى ما، وبعد كده بتبتدي ينتشر في الناس. لكن في حاجات بيتم تسجيلها بهذا الاسم؟ مش كلها صراحه. الحقيقه ان هو معظم في اصناف كتير تصور اصناف نادره لان هي بيبقى ليها عدد اشجار مش كبير، وده اللي بسبب عدد كبير قوي من اللي هي الفئات بتاعه المانجو او انواع المانجو. طيب دكتوره غاده، خلينا نعرف من حضرتك برضو ازاي بتتم عمليه التنسيق بين المحافظه والمزارعين لاقامه هذا المهرجان. الحقيقه احنا قبل المهرجان بفتره طويله عملنا لقاءات كثيره جدا مع المزارعين وبعتنا لهم دعاوي، وفي منهم اللي نزلنا لهم بحيث ان احنا نقدر نجمع اكبر عدد منهم. وكمان حاليا بننسق مع جامعه اسوان كليه الزراعه على اساس ان هو هينشئ لجنه او كيان يبقى مسؤول عن الدعم الفني لزراعه المانجو لتكثيف المنتج بتاعها ورفع كفاءه الاشجار الموجوده ورفع منتجها والحصيله بالتتابع يعني. فده هدفه طبعا. احنا نستغل امكانياتنا العلميه كجامعه اسوان في ان هو يخدم مواطننا انه ينتج نفس الشجره ونفس المياه، بس عايزين معدلات انتاج تعلى، عايزين نروح ناحيه المنتجات الاورجانيك قدر الامكان ونتفادى الاسمده الغير عضويه وهكذا، بحيث ان احنا بنحاول نرفع من مستوى المنتج نفسه وفي نفس الوقت كميه المنتج عشان المزارع يقدر يلاقي برضه مكسب ممتاز له يقدر يساعده على حياته.
عظيم. وده كان السؤال يا دكتوره، كنت عايز اعرف من حضرتك الـ 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 الفوائد اللي هتعود على التجار او العارضين. يعني احنا اتكلمنا على المستهلك انه هيلاقي فيه تجمع في كل انواع المانجا موجوده، عايز ياخد انواع وعايز ياخد شتلات، كل ده موجود. بالنسبه للعارض ايه وجه الاستفاده؟ اولا العارض فندم بيلاقي طبعا كميه طلب كبير قوي على المنتج بتاعه. الحاجه الثانيه، الحاجه الاهم بقى، ان احنا السنه دي كان في مستثمرين مصنعين للمانجو، سواء اللي هي المصدر قطع المانجو او بيصدروا اللي هي مركزات المانجو، عصير مركز المانجو، سواء مصانع جوه مصر او بيصدر بره. المصنعين دول ابتدوا يتواصلوا معانا ومن قبل المهرجان، وفي منهم فعلا كان حاضر امبارح من كبرى شركات الانتاج الزراعي والانتاج الصناعي الغذائي تحديدا، كانوا حاضرين معانا امبارح، وفي منهم كتير جاي خلال الثلاث ايام اللي جايه عشان يتواصل مباشره مع كبار المزارعين والكبار منهم. فده كان مخلي دايما تبقى في وسيط بينهم وبين التجاره في مثلا سوق العبور او الاسواق الكبيره. لا دلوقتي الكبار مزارعين والتجار هيلاقوا عندهم حد فيه مباشره ان هم يشوف المنتج مباشره معاهم، وكمان هيقدم لهم نوع من الدعم الفني اذا تطلب الامر، عشان طبعا يعظم من فوائد والمنتج بتاع الحدائق او الجناين المزروعه منه. ان شاء الله يا فندم. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتوره غاده ابو زيد نائب محافظ اسوان.